مرحبا، أنا كثير سعيد دائما بلقائي معكم في أوراق الذاكرة والإنسان. عفوا، لأن أوراق الذاكرة والإنسان أنا بالنسبة لي هو من الذكريات، الذكريات الجميلة اللي عشناها بشبابنا وعشناها بعطائنا وعشناها بكفاحنا وعشناها بالرقي اللي كان أيامها، أيام المتعة والجمال لما كنا نعمل عمل ننبسط فيه، أيام اللي بيقولوها أيام ذهبية. شاركتني في عمل من أعمالي، العمل كان اسمه أنشودة الأمل. أنشودة الأمل، قاعد عم بختار الممثلين، طلعت على الشاشة بنت جميلة معطاءة بعمل من إخراج كبير نجدة أنزل. أنا ما عرفت البنت، كان مشهدها هي وعبد الهادي الصباح. أنا كنت عم أوزع المسلسل وشو بيطلع. هاي البنت صالحة لهذا الدور، أخوها لبسان إنسان. جميلة، حلوة، ممكن تعمل الدور بنكهة جديدة. أنا دائما بلفت نظري الوجوه الجديدة اللي أنا ما بعرفها وما بتعامل معها. وأخوها الثاني عباس النوري، أمه منى واصف، أبوه عبد الرحمن المرشح. فحضور عمالقة. قلت لمدير إنتاجي هاي البنت مين؟ قال لي سلسلة خائف. قلت له أنا أول مرة بشوفها. قال لي بنت جديدة أوعى تشتغل وحضور الجميل. سلسلة خائف. قلت له بدي اياها. والله اتصل فيها وإجا. وإجت على المكتب. أنا رأسا بعطي الفنان السيناريو هذا الدور، أقري إذا عجبك منحكي، ما عجبك ربي معك. والله راحت غابت يوم واحد واتصلت قال أنا جاي. شو قال عجبك؟ خلاص نتفق. حكينا يمين يسار كذا، مهم اتفقنا، وقعت العقد. قال في عربون؟ أنا دائما بدفع عربون أول يوم تصلي. وراحت إلا بس أنا بحب منك إنك تحفظ. والله جينا على التصوير واشتغلت البنت بطبيعتها ببساطتها، حافظة حوارها وحوار غيرها. من هون كانت أنا لقاءاتي مع هذه الفتاة الجميلة المعطاءة سلسلة الخير، وعملت معي دور أنا بعتبره من أجمل الأدوار. طبعا هي أكيد شغلة أدوار أجمل أنا ماني شايفها، بس بعتبره من أجمل الأدوار اللي أنت معها. أنشودة الأمل هو أساساً عمل مميز، اشترك فيه أربع كتاب اشتركوا في كتابة هذا العمل، يعني بكل أبعاده. حتى لما وقعت معي السيدة منى دقيقة جداً بالتوقيع على أي دور، حتى أستاذ عبد الرحمن، أستاذ عباس، أستاذ بسام، كل الحضور يعني اللي شاركوني بالعمل كان لهم حالة خاصة في هذا المسلسل. والحمد لله المسلسل انعرض على قناتنا وانعرض عند الجمهور على شاشاتنا الكبيرة وحقق نجاح جميل جدا. أنشودة الأمل أنا بعتبره كمان من أجمل الأدوار اللي أنا شاركت بكتابتها وأخرجتها، واخترت الممثلين بدقة وعناية رائعة جدا. طبعا ما رح احكي كثير اكثر من هيك، رح نشوف شيء من مشاهد سوسن. شكرا لكم، شكرا سوسن لانك ما شاركت معي غير بهذا المسلسل، لكن بتمنى ان نلتقي الان وغدا وبعد الغد. الى اللقاء في الاسبوع القادم. ربي معكم، الله معكم. على هالحالة ما رح يطلع لنا ولا قرش من الدروس الخصوصية اللي عم تعطيهم امك. ايه نحن كمان حالتنا بتبكي وبدهم يحن علينا. شو على بالك حبيبتي؟ عايشة بقصر وسيارة آخر موديل، ومع هيك حاسة إني مخنوقة وماني مرتاحة. هي حالتها مثل حالة ميسوم بنت بحدان يلي تزوجها معاوية ابن أبي سفيان وسكنها بقصر، ومع ذلك ضلت تحن لحياة البادية. مو مش نعمة. تتذكري شو قالت؟
ايه بتذكر طبعا. لبيت تخفق الارواح فيه احب الي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقار عيني احب الي من لبس شفوفي. صحيح والله سعد، ما بده يتقل على بيت حما او هربان من لعب الطاوله مع عمو ابو منير. انت شو قعدك بالبيت على غير عادتك؟ ام السوس، شو رايك بما انه ما عندنا محاضرات هلا نروح لعند امال؟ بدي فاتحه بموضوع بيكون احسن. كنت ناوي اقعد بالبوفيه بس باين قيس بن الملوح ما رح يحل عني اليوم، خلينا نمشي امشي. امل، انت لازم تروحي لعند طبيبه نسائيه، لازم تعرفي السبب منك ولا منه مشان تعرفي شلون تتصرفي.